عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. باشا انفل باشا المال باشا. انا فين في المهندسين ان شاء الله؟ شارع البطل عبد العزيز. بطل احمد؟ ايه كانت احلى ايام والله. بطل احمد عبد العزيز كان صاحبي في الجيش. كان صاحبي. في عصره؟ اه حضرت ثورة 37. 37 اه. كم سنة أنت؟ أنا عندي 36. 36 وازاي 36 وعصرت عبد العزيز؟ ما عبد العزيز 36 وهو كان في ثورة 37. 37؟ اه. احنا سنة كام دلوقتي؟ احنا في 2020. كام؟ 2030. أنت لو غيرت ال اه. أنت عايش فين؟ أنا عايش في شارع العشرين. طب انت هتعرف تودينا؟ طيب انت عندك خالص الزاين. اه انا ولما يجي يخش شمال ولا يمين معاك ونعمل الاشارات تحت الاشارات عندي مش شغاله. الاشارات دي؟ اه طلعيها من الشمال. انا في سنة 34 اياميها كان لسه الاستاذ. طب اسألك انا طيب؟ لا يا حبيبي لا لا اسألك طيب؟ لا عادي عادي. انا عندي رامي حفيدي. واد رامي ده واد عسل حفيدك. اه واد سمكاني عربيات هيعجبك حاجه كده يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. ها من الاخر يعني. الله ينور عليكي. اه تعرف الاستاذ علي عبد الهادي؟ علي عبد الهادي؟ اه وزير المواصلات. اه علي عبد الهادي ده كان دفعتي برضه. انا كان دفعتي انا والاستاذ والبطل احمد عبد العزيز. والبطل احمد عبد العزيز. اه انا كان حبيبي سعد زغلول برضه. لا سعد ده كان موال تاني. سعد زغلول. لا ده انت عجوز بقى. اه طبعا انت عجوز بقى. انت عجوز تعرف سعد انت. نفسي تبطل. سعد كان حبيبي. طريقك شويه. سعد كان حبيبي. سعد كنت اقول له يا سعد. يقول لي يا سعد. اقول له يا سعد ما تبصلهاش من تحت. ده يا سعد بصلها بالظبط عليك. اقول له يا سعد بصلها من فوق. يقول لي ولا تشغل التكييف يا عم. ما هو مش شغال عندي. ليه؟ مش شغال يا عم. عمال تضرش وعمال تقول لنا في كلام مقلوش. ايه يا بنتي مالك؟ عمال تجيب الاخر قدام وقدام في الاخر. انت يا بنت عيب. انا قد جدك عيب. انا انت قد جدي؟ عيب يعني لازم يبقى في شيء كده من الاحترام يعني. اه والله. ايوه. خد معاك يا باشا. معلش انا اسف لحد الله. ايه ده يا نهار يا عم شكشك. اه يا حبيبي يا عم انت نهار داخل كده عادي. لا مؤاخذه معلش. انت راكبين مع الراجل ده؟ والله العظيم يا جدعان الراجل ده هيتعبكم. حكى لكم على مروان و73 من ثوره 19 يا سيد. يا عم نزلنا يا عم. انا انت عارفك انا انت ما انت انا اللي عامل يهود انت. والله انت عامل اسرائيلي. انت ممكن تسرع شويه عشان انت بطيء يا بنت. انا بقالي 95 سنه شغال في المنطقه. انت لسه من شويه بتقول 20 سنه دلوقتي 69 سنه يا بنت. 69 انت مش ما مش حلو. لا لا انت انا عرفتك. انت احمد مصر انت. مين انت؟ احمد مصر انت صح؟ ده ابن خالتي احمد مصر. ايوه انت احمد مصر. وانا نانسي عجرم. عم شكشك احنا امتى هنوصل يا بنتي؟ من العجله الندامه وفي التاني السلام. عيب افهم. انت لسه صغيره انت. دي 75 سنة صغيرة برضه. 75 ما شاء الله عليها يعني باينة. هتوصلنا بسرعة ولا هتفضل ترغي كتير؟ انت عيب ما تقليش أدبك عليا. طب يلا عايزين ننجز. لا ما تقليش أدبك عليا يعني. الجو حلو. لا ما تقليش أدبك عليا. أنا راجل قد جد فعلا. أنت يا بنت عايزة أنت مني. لا ما تديني على مين أحسن بقى. أنت صغيرة ولا إيه؟ طب ما تخلص. ولو كان مربيكي. ما عم انت مش مربيها. بقول لك ايه يا عم. اما تتباهى على واحد انت هو. اوعى ايدك دي. انت الادب. وانت اصلا مش عارف تسوق ولا عارف تتكلم ولا عارف اي حاجه وعمال تعمل علينا شغل واي حاجه وخلاص. انا قد جدك عيب. معلم ما يصيرش هذا. طب يلا خلاص. ما يصيرش هذا حكي. يا اخي انت راجل يا اخي بارد يا اخي انت. طب بقول لك ايه بقى. انزلي هات اخر فلوس الاجره بتاعتك. انزلي وريني بقى نفسك بقى. تسمحوا لنا نزيه الحلقه؟